نشوف البويا باس الجديد. انا فيكم يا اساطير، معكم دراجونوف ورجعت لكم بفيديو جديد. اليوم بدنا نشوف البويا باس الجديد ونستعرضه مع بعض ونشوف هل بيستاهل نجيبه ولا لا. اول شيء خلينا نجيب البويا باس مع بعض. بس لحظه، مين اللي بيلبس زي هيك؟ ليش السكن اسطوري وبيض بنفس الوقت؟ مش عارف. خلينا ندخل على البويا باس ونشوفه مع بعض. اول شيء عندنا هون طبعا زي ما انتم شايفين نظام البويا باس شبيه كثير بنظام الفاير باس، بس الحلو فيه انه بكل ليفل بيعطيك جائزه، مو زي الفاير باس زمان كان يعطيك كل 5 ليفلات جائزه جديده، فالجوائز هون اكثر بكثير. اول شيء بيعطونا سكن، واو بيعطونا سكن بس مجرد ان جبنا البويا باس. صحيح انه سكن يعني مش بزياده، مش هذاك السكن الواو. انا متاكد اي واحد اشترى البويا باس ما راح يلبسه، بس مع هيك شيء حلو يعني مجرد انك تجيب البويا باس بعطوك سكن نايس. طيب ثاني شيء هون عندنا كلياتها اشياء عاديه، ما في اي شيء مميز هون. حلو بعطوك هون قطعه الماجيك كيوب. طبعا بالبويا باس الجديد الحلو فيه انه مكثرين من الماجيك كيوب، او خلينا نقول قطع الماجيك كيوب، فهذا الشيء بيسهل عليك انك تجيب ماجيك كيوب وتجيب فيه السكنات بسهوله اذا كنت مشتري البويا باس. طيب في عندنا هون ايش هاي؟ هاي الباونتي توكن، هيك صار شكلها. واو حلو. طيب عندنا سكان، عندنا في عندنا سكن للسياره، يعني هو مش سكن اسطوري كثير. بعدين شايف انه هذا البويا باس كلياته باللون الاخضر، انا هذا اللي حاسه، وانا بصراحه مبدئيا مش صحبه كثير مع اللون الاخضر، فنشوف اللي بعده. اوكي عندنا هون كمان قطعه ماجيك كيوب، ايش في عندنا كمان؟ عندنا هون كلياتها اشياء عاديه. طلع هون بعطوك عند حلو، هون بعطيك باكيجات فيها قطع تطوير للاسلحه المطوره منوعه. حلو. طيب شو في عندنا كمان؟ اخيرا وصلنا البانر. طبعا معطين بانرين، اول بانر للناس المساكين اللي ما اشتروا البويا باس، وفي عندك واحد للي اشتروا البويا باس. وانا بصراحه مش فاهم يعني هذا البانر شو بيختلف عن هذا البانر؟ اثنين شبه بعض يعني، كان عملوه بانر موحد واعطوه للاثنين وخلص، يعني ليش غلبوا حالهم لهالدرجه؟ انا مش فاهم. والاثنين بيض يعني، يا ريت انه علوي. لا الاثنين بيض، اثنين البيض اكثر من بعض. طيب لحد الان مش شايف شيء عاجبني بالبويا باس، بس لساتنا برضه بالبدايه. طيب عندنا كمان قطعه ماجيك كيوب، والله صراحه يمكن احلى شيء بالبويا باس هذا هو قطع الماجيك كيوب. طيب ايش في عندنا كمان؟ كلها اشياء عاديه. اوكي في عندنا هون عندنا هاي الزلاجه، يعني هو بتهيألي ولا هي على شكل سلحفاه صح؟ ولا بتهيألي هي هون هي راسها وهي ايديها وهي رجليها؟ يا اخي يعني مش عارف، انا ما لقوا شيء احلى من السلحفاه. اي شيء يعني، اي شيء، نمر، تنين، اسد، وما اي شيء الا سلحفاه يعني، مش منطق. بعدين ليش هيك رفيعه زياده عن اللزوم صح؟ بتهيألي ولا هاي رفيعه زياده عن اللزوم؟ يا سيدي ما علينا، بالنهايه احنا مش جايين، بالنهايه احنا مش مشترين البويا باس بس علشان الزلاجه، فخلينا نروح نشوف الباقي. اوكي عندنا كمان قطع ماجيك كيوب، حكيت لكم البويا باس دائما مليان فيه قطع ماجيك كيوب. اوكي عندنا البنرات هون. طيب في عندنا هذا البنر وهذا البنر، والله هذا حلو والله، المجاني احلى من المدفوع يا زلمه. مش عارف هذا هيك، مش عارف هيك مش عاجبني شكله هذا. لا هذا هيك احلى هيك. طيب بنرات او لا، هذا الافاتار. صح الافاتارات ماشيه حالها. طيب يعني نعطيها 5 من 10. ايش في عندنا كمان؟ عندنا كمان قطعه ماجيك كيوب. اوكي في عندنا سكن البنت. لا وقت ما وصلنا اللعب الجد صار حلو. اوكي مبدئيا انا ما بلعب سكنات بنات، بس بصراحه السكن حلو جميل بصراحه، خصوصا الشعر، الشعر كثير ستايل يعني، ستايل كثير حلو بصراحه. شوف للناس اللي بيلعبوا سكنات بنات راح يحبوا هذا السكن انا متاكد، بس انا شايفه جميل يعني بعطيه 7 من 10. اوكي نشوف اللي بعده. طيب مبدئيا عندنا كمان قطعه ماجيك كيوب. اسم قديش في قطعه ماجيك كيوب هون؟ انا مش عارف. اوكي طيب باقي هاي اشياء مش مهمه، مش مهم، مش مهم. كمان قطعه ماجيك كيوب مش اوكي اوكي ايش ها؟ قنبلة ثواني. حلوة. لا حلوة هاي، هاي أول إشي بشوفه حلو بالباتل باس أو البويا باس، أو لا ثاني إشي بعد سكن البنت. أوكي القنبلة حلوة بصراحة، الإفكت تبعها كثير عجبني، حلو نايس نايس. يلا إيش في عندنا كمان؟ صراحة الأشياء الأساسية أنا شايفها حلوة، بس باقي الأشياء بيض. وشوف عندها إشعار بالقتل، طلع لما تفجر حد بالقنبلة بعطيك إشعار. أتوقع إنه مش عارف إذا في سكنات قنابل زي هيك من قبل، بس بصراحة أنا مو ذاكر إذا في سكنات غيرها. طيب إيش في عندنا كمان؟ إيش هذا؟ عندنا هذا، إيش هذول؟ هذا كتاب جالكسي هايبر بوك وهذا الرامبج هايبر بوك. اوكي لا لازم اجيب، لازم اجيبهم واشوفهم. اوكي طيب في في عندنا الصندوق اللوت. طيب ما ماشي حاله يعني، حلو مش عارف والله، مش عارف هيك شكله غريب، مش مبين صندوق لوت، ماشي حاله انسى. طيب في عندنا الشنطه هون مبين عليها اسطوريه بصراحه، خلينا نوصلها بالاول. ليتس جو. لا حلوه بس لا ليش خربتوها؟ ليش هيك ناصحه كثير؟ شنطه حلوه من ورا بس كثير ناصحه، ليش هيك؟ مش عارف الانيميشنز اللي عليها، طلع هاي هيك القطعه اللي عليها والانيميشن اللي عليها حلو بصراحه، بس يعني
ليش مخربينها زي هيك؟ انا مش عارف. طيب ضل عندنا هون سكن الشاب. لا مبين على سكن الشاب شكله مخبين كل شيء عشان سكن الشاب. اوه عندنا كمان سكن او لا هو سكن الشاب. اوه ليتس جو. بس ليش هون شكله اشي كله هون؟ ليش هون شكله هون شكل ثاني؟ اه صح ذكرت. المميز بالبويا بس انه كل سكن انت بتجيبه هو سكن مطور. سيبك من سكنات اضلاك الهبل اعطونا اياه بالاول، انا قصدي على السكنات الاساسيه. سكن الشاب من البويا بس دائما سكن مطور، بامكانك يعني بيكون سكن مميز بامكانك تعمل له كستمايز زي ما بدك. طيب ضل اخر شيء عندنا هاي الرقصه، ضل شيء غيرها غير الرقصه هاي. اوكي الرقصه حلوه، رقصه حلوه هيك حلوه لما تقتل حدا هيك بدك تجاكره يعني. نايس ماشي حاله. اوكي هذا البت اسس توهبت والله. معلش والله العظيم توني اسس توهبت. هذا الباتل باس ما بيحكي عن التنانين، بيحكي عن التماسيح. اوكي وانا بقول ايش المخلوق العجيب هذا اللي طالع جوا الستيكر. طلع ايش هذا المخلوق بالاخر؟ طلع تمساح. بدي اشتري باتل باس وبدي اجيب كل السكنات اللي فيه. طيب مبدئيا باتل باس هون او عفوا البويا باس هون سعره ارخص على فكره من الفاير باس زي ما انتم عارفين. طيب خلينا انا اشتري النسخه الاكبر. تمام طبعا هي نفس النسخه العاديه بس بتعطيك جوائز لحد الخمسين. طيب انا على كل حال بدي اجيب كمان لا طيب انا على كل حال بدي اشتري ليفلات. طيب عشان اريح حالي من التجميع. طيب هاي 3000 4000 جوهره ليفلات. يلا ليتس جو. طيب بنعمل كليم اول. اوكي هاي عندنا اول سكن هاي جبناه. طيب اوكي هاي بس رح نقعد ساعه واحنا بس بنلم الجوائز. طيب اوكي اساسا انا صراحه ما عجبني ولا اشي فيه صراحه الا السكن الشاب. سكن الشاب حتى يعني كمان مش كثير يعني، بس ما راح احكم انا من هسه، راح احكم لما اشوف كيف بتطور كيف تقدر تعمل له كستمايز. اذا الكستمايز تبعه حلو يمكن احبه، يمكن اصير العب فيه. اوكي وهي سكن الشاب المبدئي. طيب مبدئيا طلع لي اول شيء الصناديق هذول، خلينا افتحهم. اوكي ثواني ايش هذا؟ اوكي هاي التوكنات اللي تفتح الكتب. لا اساسا انا موجودات عندي في عندنا هذول. لا انسى. اوكي مبدئيا هي سكن الشاب البدائي. بسم الله الرحمن الرحيم. ليش زي هيك شكله؟ قبل شوي كان شكله حلو. ليش صار عيونه طلع كمان لحي؟ ليش صار شكله فجاه؟ شو عامل بشعره زي هيك؟ هذا ايش بيصير معه؟ طيب خلينا نروح نعمل له كستمايز. خلينا نعمل له كستمايز. ليجندري اوتفيت قلنا ليجندري اوتفيت. قلت لي لحظه شوي هذا هاي مش لحظه شوي اللي اعطونا اياه. ثواني لحظه شوي هذا اعطونا اياه مش سكن، اعطونا شخصيه. اوه ايش هاي؟ اوكي مبدئيا هاي الشخصيه شكله لازم نعمل لها فيديو كامل هاي، فاتوقع انه ما راح نشرح عنها هسه، راح اشرح عليها بالفيديو الجاي. اوكي اذا ما كنت مشترك لسه اشترك في القناه وفعل زر الجرس حتى يصلك اشعار لما ينزل الفيديو. ما علينا من الشخصيه هسه، خلينا نروح على السكن ونيجي هون. اوكي نعمل له كستمايز. طيب طلع في عنده اكثر من شعر. اوكي هاي كستمايز. طيب مبدئيا هو مش سكن، هو ثلاث سكنات. في عندنا هذا المعاق، هذا الابيض ماشي حاله حلو، وهذا الاخضر. بصراحه الاخضر احلى. لا والله الابيض، لا الاخضر والله حلوين، اللي هو الابيض والاخضر والله العظيم حلوين بصراحه، اثنين احلى من بعض. طيب مبدئيا خلينا نشتري التوكنات، التوكن بوكس. ثواني ليش مش قادر اشتري؟ ايش في؟ ليش جوارهم مختفيه؟ لحظه انا اساسا عندي 93 صندوق وفي عندي 9 صناديق من هذول. ثواني ايش بفرق هذا الصندوق عن هذا الصندوق؟ مش عارف. اوكي هذا فيه سكنات، هذا بس فيه توكنات يعني. لا هذا اثنين فيهم كل شيء، مش عارف. طيب على كل حال خلينا افتحهم كلهم. اوكي هاي جبنا كم من توكن. اتوقع التوكنات هاي المفروض تكفينا ترى. طلع يعني في جبت فوق ال 100 صندوق تقريبا او حوالي ال 100 صندوق يعني، الا ما يطلع لنا فيهم توكنات بتكفينا نشتري كل شيء. طيب اوكي هينا جبنا كل الصناديق، خلينا نعمل كستمايز هسه. كم معنا بس 180 ما بلحق اجيب فيهم شيء هذول. طيب في عندنا هذا هذا لما تركض. اوكي لا مو حلو كثير. في هذا لما طلع سلاح، مش فاهم ايش التأثير اللي صار. هو بصراحه هون في عندنا هون اليمينيشن افكت. اوكي هاي الحربايه بتطلع على صدره. اوكي هذا حلو. طيب خلينا نشتري هذا اول واحد. خليني بدي اشتري الاخضر. لا معيش توكنات بتكفي. طيب بدي اشتري هذول ليفلات علشان اجيب كل الصناديق. طيب هاي هيك طبعا. اوكي 281 صندوق. اوعى تحكي لي هسه ما يكفي، اوعى تحكي لي. والحلو الموضوع لساتنا اول يوم البويا بس، تلاقي دراجونوف ما شاء الله وصل ليفل قديش؟ والله ماني عارف انا وصلت ليفل قديش. ثواني والله يكون ليفل 550. هذا بس لساتنا اول يوم بالبويا بس، فما بالك باقي الايام. طيب 570 توكن ما شاء الله، اللهم صل على النبي. طيب خليني اجيب السكنات هذول. هي هذا السكن.
اوكي هذا السكن حلو يعني، بس اتوقع مش ظابط بالمره على هذا، على الشخصيه هاي بالمره مبين كانه واحد من الزعران بس معجب بجاستن بيبر. طيب على العموم هيك بنكون جبنا كل السكنات لهذا البويه بس. طيب بس هذا ثواني احنا ما نقدر لازم نحمل زي هيك، نحط له اكويب. اوكي هاي صار عندنا السكن اللي لونه ابيض، يعني والله صراحه الابيض احلى واحد بصراحه، احلى من الاخضر. خلينا البس قناع دراجونوف عليه اشوف. والله حلو. لا هذا الابيض حلو على فكره. طيب كيف راح يطلع الاسوء؟ ثواني اشوف كيف راح يطلع اخر واحد هذا هيك. لا ثواني اعمل كاستمايز. اوكي هات لي هذول كلهم هيك. حلو 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 حلو. طيب على قناع دراجونوف. لا هذا الاخضر عظمه، هذا الاخضر خرافي، مع ان المشكله اني بحبش كثير اللون الاخضر، بس والله العظيم خرافي. بس بصراحه انا الاشي اللي محيرني هي هذيك الشخصيه طلعت لنا اللي طلعت معنا بالبويا، بس ما عندي فكره ايش ممكن تكون، ايش ممكن تكون قدرتها، وهل ممكن تكون قدره قويه، وهل ممكن تكون قدره هاي ويمكن تكون هاي الشخصيه نزلوها بدل سكايلر، يمكن مين يعرف. هذا الاشي ما راح نعرفه هسه، راح نعرفه في الفيديو الجاي اللي راح احكي فيه عن هاي الشخصيه الجديده. اتمنى بصراحه انها تكون شخصيه ما تخذلني، اتمنى تكون شخصيه قويه. وبالنسبه لباتل باس هاي المره بصراحه كان مخيب للامال، بالنسبه لي كان مخيب للامال، توقعت انه يكون احلى من هيك. دائما البويا باس والفاير باس اشياء كثير واو، يعني ما بتكون عاديه زي هيك. اما السكنات هاي بصراحه هاي المره البويا باس يعني مو شايف انه فيه اشياء كثير محرزه يعني عشان تشتريها. السكن الاساسي يعني حلو جيد يعني، بس بصراحه يعني البويا باس الماضي كان احلى بكثير. وبس هيك نوصل لنهايه الفيديو. اذا عجبك الفيديو لا تنسى تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتعمل لايك. وصحيح اذا ما حضرت الفيديو اللي نزلته على قناه دافنشي اضغط على الفيديو اللي راح يطلع لك هون. وبالنهايه كان معكم دراجونوف ودمتم في رعايه الله.